السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم كريم محمد في فيديو جديد. موضوع فيديو اليوم هو هذا التلفاز من نوع هاي سينس 42 بوصة، التلفاز ليد. التلفاز به مشكل، فاصل تماما، لا لمبة مشتعلة ولا شيء، لا توجد يعني ولا الجهاز متوقف يعني تماما. والآن أصدقائي سوف أقوم بفتح هذا التلفاز وأكتشف معكم عطل هذا التلفاز ونحاول إصلاحه مع بعضنا إن شاء الله. تابعوا معي. هذا هو شكل التلفاز من الداخل. أول شيء علي فعله هو قياس الفولتيات، هل هي خارجة من وحدة التغذية أم لا؟ فهذه هي أول خطوة. بما أن التلفزيون يعني غير مشتعل، لا تشتعل لمبة ولا شيء، فأول شيء سوف أقوم بقياس الفولتيات، هل هي خارجة من وحدة التغذية أم لا. تابعوا. وأول فولتية علينا التأكد منها هل هي موجودة أم لا، هي فولتية 5 فولت التي تخرج من هذا الترانسفورمر الصغير. فهاد وحدة التغذية يعني منقسمة إلى اثنين، وحدة التغذية لنقول صغيرة ووحدة التغذية كبيرة. الصغيرة تخرج 5 فولت وهي لستاند باي، هاد 5 فولت تدخل إلى الكنترول، ومن ثم الكنترول يعطي إشارة إلى وحدة التغذية الكبيرة، هذا الترانسفورمر الكبير، لكي يعطينا فولتية لكي تغذي باقي العناصر، عناصر التلفزيون مثلا كآي سي الصوت أو الليدات، يدخل إلى الدرايفر ليد يعني فولتية معينة، ثم تلك الفولتية يعني تتحول، يكبرها الدرايفر ليد، يعمل لها بوست يعني تكبر، يعني ترفع تلك الفولتية لكي يعني تغذي الليدات على حسب يعني التغذية التي تحتاجها أو الفولتية التي تحتاجها الليدات. فهذا ما يقوم به الدرايفر ليد أو البوست انفيرتر. إذن أول فولتية كما قلت هي 5 فولت وهي الستاند باي، علينا بقياسها هل هي موجودة أم لا. نأخذ الملتيمتر نضعه على وحدة قياس الفولت دي سي، ومن ثم نضع الأرضي مع الأرضي. قبل كل شيء نضع التلفزيون، نربطه بالكهرباء. ها هو الآن لقد مررت التلفزيون بالكهرباء. نضع الأرضي هنا مثلا في هذه القطعة الحديدية، ثم نقوم بقياس الفولت 5 فولت هل هي موجودة أم لا. فعلا ها هي 5 فولت موجودة. هاد 5 فولت كما قلت فهي لستاند باي، إذن هاد 5 فولت تدخل مباشرة إلى الكنترول. ثاني مرحلة علينا يعني القيام بها، بما أن 5 فولت يعني داخلة إلى الكنترول، أولا نتأكد هل هي داخلة الكنترول بالفعل أم لا. هذا السوكيت هنا كما ترون فهو الذي تمر عليه الفولتيات التي تغذي عناصر الكنترول. نرى إن كانت 5 فولت موجودة، مثلا هنا مكتوب في هذا البين هنا 5 فولت، نقوم بالقياس هنا، ها هي 5 فولت موجودة. ثاني شيء علي فعله هو قياس الفولتية، هل هي داخلة إلى الفلاشة، هل هي موجودة على الفلاشة. هذه الفلاشة المفروض أن تكون عليها 3.3 فولت، سوف نرى إن كانت موجودة. إذن ها هي 3.3 فولت موجودة على الفلاشة. إذن أصدقائي الفولتيات الأساسية يعني الفولت الأساسي هو 5 فولت لستاند باي، هذه 5 فولت يعني تدخل إلى الكنترول وتغذي يعني تتحول إلى 3.3 فولت وتغذي الفلاشة. يعني مبدئيا هذه هي الفولتية التي يحتاجها التلفزيون لكي تشتغل باقي عناصر التلفزيون. فخمسة فولت هي مبدئيا ما يحتاج التلفزيون. إذن الفولتية الأساسية فهي داخلة إلى التلفزيون
إذا على اللمبة أن تكون يعني مشتعلة، على لمبة الباور عليها أن تكون مشتعلة، بما أن الفولتية 5 فولت موجودة والفولتية 3.3 فولت موجودة على الفلاشة، إذا ضروري اللمبة أن تشتعل، لمبة ليد الباور، اللمبة الحمراء. احتمال أصدقائي أن يكون هذا المشكل سببه يعني السوفتوير، مشكل في السوفتوير، مشكل في الفلاشة، فعلي الآن أن أعبئ هذه الفلاشة بالفيرموير المناسب للجهاز، للتلفزيون أو الدامب المناسب للتلفزيون، علي أن أبحث عليه في الانترنت وأقوم يعني بإدخاله بتعبئته في هذه الفلاشة ونرى النتيجة. كما قلت احتمال هذا المشكل أن يكون مشكل سوفتوير، لأن كما قلت الفولتية الأساسية التي من خلالها يعني تكون الفولتيات الأخرى موجودة وأن يشتغل نظام التلفزيون فهي موجودة 5 فولت، إذن على اللمبة أن تكون يعني مشتعلة، وذلك في ذلك الوضع يعني نقوم بالضغط على زر التشغيل للتلفزيون وثم يشتغل التلفزيون. سوف أقوم بتعبئة الفلاشة ونرى النتيجة، تابعوا. نضع الفلاشة في هذا السوكت الخاص بالمبرمجة، على هذا الشكل. والآن سوف أقوم بتركيبها في المبرمجة. والآن سوف أربط المبرمجة مع الحاسوب وأقوم بتعبئة الفلاشة بالدامب المناسب للجهاز، تابعوا. والآن أصدقائي هذا هو الحاسوب، سوف أقوم بربط المبرمجة مع الحاسوب بواسطة كابل اليو اس بي هكذا، نأخذ البرنامج، هذا هو البرنامج، نضغط على هذه الخاصية ديتكت، وكما ترون الآن أصدقائي البرنامج لقد تعرف على الفلاشة، ها هي الفلاشة، الفلاشة سعتها 4 ميجا بايت، ها هي كما ترون، الآن سوف أقوم بإدخال الملف الذي قمت بتحميله من الإنترنت، الفيرموير الخاص بالتلفزيون. لقد حصلت عليه يعني من موقع أموازات، لقد وجدته فيه، قمت بتحميله. الآن سوف أقوم يعني بإدخاله في الفلاشة، هذا هو، هذا هو بالضبط. نسيت أصدقائي قبل البدء يعني في تحميل الملف على الفلاشة، علينا بمسح الفلاشة بالضغط على هذه الخاصية إيراز، ننتظر قليلا. الآن سوف يتم مسح الفلاشة بالكامل، انظروا هنا مكتوب إيرازين، ننتظر قليلا. عملية مسح الفلاشة تأخذ وقت بالمقارنة مع تحميل الملف على الفلاشة، فكما ترون الآن لقد انتهى البرنامج من مسح الفلاشة بالكامل. نقوم بإدخال
الفيرموير الذي قمنا بتحميله من موقع أموازات، هذا هو كما ترون. هذه الأكواد الخاصة بالفيرموير، نضغط على هذه الخاصية بروغرامي، انظروا بروغ، لكي يتم يعني تحميل الملف على الفلاشة. نضغط عليها كما ترون، ها هي الآن الفلاشة تعبأ بالفيرموير أو بالدامب الخاص أو المناسب للتلفزيون. انظروا ها هي، ننتظر ثواني لحين الاكتمال. ها هو الآن لقد اكتمل التحميل على الفلاشة. الآن سوف أقوم يعني بتركيب الفلاشة في التلفزيون ونرى النتيجة، تابعوا معي. والآن سوف أقوم بتوصيل التلفاز بالكهرباء ونرى النتيجة. كما ترون أصدقائي، ها هي لمبة الباور الآن أصبحت مشتعلة. سوف أقوم بالضغط على زر التشغيل. ها هو زر التشغيل، انظروا اللمبة أصبحت تنطفئ وتشتعل. الآن التلفاز لقد اشتعل أصدقائي، التلفاز لقد اشتغل معنا. جيد، أضغط على ميني، ها هو التلفزيون الآن لقد اشتغل معنا. سوف أقوم بربطه مع ريسيفر ونرى الصورة. والآن أصدقائي كما ترون، ها هو التلفزيون لقد اشتغل بشكل جيد، الصورة جيدة واضحة لا عيب فيها. مشكل هذا التلفاز كان في السوفتوير. والآن نأتي إلى نهاية الفيديو، أتمنى هذا الفيديو أن يعجبكم ويفيدكم، وإلى اللقاء في فيديو آخر وموضوع آخر. مع السلامة.